شو شرفاني؟ معي حق مو هيك؟ كم مرة قلت لك انك تنزلي الولد وانت كنتي معندي؟ وكل مرة كنتي مصرة انك تضلي محتفظة بهذا الولد. واليوم اليوم لما حضرتك بتقرري انك تنزلي الولد من دون علمي بيكون في خطر على حياتك. بالفعل شيء حلو. لما فكرتي بهيك قرار ما فكرتي يعني انه تحكي مرة واحدة بس مع ابوكي بالموضوع؟ بس انت ورحتي على المشفى هيك؟ سيد جيريش نحن ما بنعرف شيء عن هذا الحكي ولا قلنا خبر شو كانت ناوية تعمل. يمكن انت عن جد ما بتعرفي، بس مازن وجانا بيعرفوا بالموضوع. وإذا بدك هنن يلي جابوها من المشفى على البيت لهون. شو مازن؟ حكي صح ما هيك؟ نحن كلنا كنا نعرف شو مشاعر شرفاني تجاه ابن ساشين. واليوم شرفاني عم تحكي بموضوع تنزيل الولد، هالشي بيوضح انه ما انا مبسوطة نهائيا. اكيد في شيء عم يصير معها هون بهذا البيت وعم يزعج بنتي وسبب لها الصدمة هي. يمكن كلكم ما بيعجبكم اني اسألكم، بس كوني ابو شرفاني وهي بنتي فهالشي من حقي. حقي اعرف انه بعد كل شيء شو سبب يلي صار؟ شو اللي خلى شرفاني تضعف وتقرر هيك قرار؟ وانت مازن، مازن مو انت اللي كنت دائما تحكي وتقول استاذ شرفاني رح تكون كثير منيحه وما رح يكون في عندها مشاكل ابدا؟ شو تغير؟ شو يلي تغير؟ شغله واحده بس افهموها، انا ما رح اترك هالبيت بدون جواب على سؤالي. اذا كلكم ما عندكم جواب فانتم حرين، بس انا اكيد رح اسال بنتي لتجاوبني على اسئلتي كلها. قولي شو المشكله بنتي؟ ليكي شرفاني اذا مخبيه شي عني قولي لي او رح انهي علاقتي فيكي هلا ورح انسى انه كان في عندي بنت. لا بابا لا ما تقول هيك. لك معناها قولي بنتي شو كل هذا اللي صار؟ بابا انا عملت هذا الشيء لاني بحس، بابا بصراحة أنا بحس إنه لسه مازن وجانا لسه بيحبوا بعضهم كتير لهلا. هن فيهم يكفوا حياتهم مع بعضهم ويكونوا مبسوطين، وأنا عم كون الحاجز اللي عم يفصل بيناتهم. أنا ما بدي كون السبب، ما بدي. مشان هيك فكرت يمكن انه اذا بنزل الولد احسن. لك بنتي شرفاني شبك شو عم تقولي انت؟ هذا البيت هو بيتك، انت الكنة الوحيدة لعائلتنا هون. هي قاعدة هون 3 شهور مو اكثر لانه لازم تبقى عنا هون منشان قرار المحكمة مو اكثر، وإلا أنا ما كنت بسمح لها تقعد دقيقة واحدة عنا. شو فيني أعمل يا بنتي؟ إيدي مربطة بهالقرار. حبيبتي شيلي هالأفكار الغلط يلي براسك، أنت ارتاحي، ما في شي من هالحكي بنوب. أنت الوحيدة اللي بحياة مازن، تأكدي. بعدين قولي لي كيف أقنعك يا بنتي؟ اليوم رح أعطيك الدليل يلي بيقنعك. أنا اليوم رح أثبت لك. رح خليك تشوفي الدليل بعينك يلي رح يخليك تقتنعي وتتأكدي بنفسك إنه مازن بحبك أنت. القرار بهي القصة بس قصة وقت، وهلأ رح ورجيكي هالشي. يلا حط الحنة عجبين شرفاني واثبت لحبك إله.
بشو عم بتفكر يا مازن؟ انت لازم تعمل هالشي، لازم تلغي الشك اللي براس شرفاني وتثبت له العكس هلا. ورح يكون في إلها حقوق عليك، لازم تثبت له انه ما في مرة تانية بحياتك وهي وحدة يلي موجودة. حط الحنة على جبينة يلا. بس هلا للأسف تارون، هلا خلص مستحيل نرجع لبعض، مستحيل نرجع نكون مع بعضنا. بهالثلاث شهور بدي اعمل جانب هي الطريقة مشان تبلش تكرهني. أنا لازم أعمل هذا الشيء، هي الخطوة رح تخلي جانا تروح لبعيد كثير عني. هي وقتها رح تبلش تكرهني، بس أعمل هذا الشيء رح تتعلم تعيش من دون وجودي. جانا، أنا بحبك كثير من قلبي، بس بالنسبة لإلي المسؤوليات اللي عندي أهم بكثير من الحب. وهلأ شرفاني إجت على بيتي وتركت بيت أبوها لأنه بتوثق ثقة عمياء فيني. ساشي نعمل غلطة وتصليحة لهي الغلطة، أنا المسؤول عنه. ليك إذا ببقى معك أنا رح أكون كثير مبسوط، بس إذا أنا هلأ بخسرك كلهم رح يكونوا مبسوطين. أنا لازم أعمل هذا الشيء لأنهم كلهم حطوا ثقتهم فيني. سامحيني جانا، سامحيني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.